الحبيب ديالي، كديري؟ لاباس عليكم؟ كدايره مع صحيحه؟ مزيانين. كنتمنى يا ربي هاد الفيديو يلقاكم بصحه والسلامه يا ربي، والهنا وطول العمر يا ربي، واللي في الامنيه ديالو شي حاجه يا ربي يحققها ليه، واللي باغا الوليدات يا ربي تسهل عليه الدريه الصالحه، واللي في الغربه يا ربي تسهل عليه يجي يا ربي يطلق سرحهم يا ربي، ويجيو لعند وليداتهم ولعند والديهم، واللي مريض الله يشافيه. وشكرا لكم بزاف، كلمات الشكر قليلة في حقكم بزاف. شكرا 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 للمتتبعين ديالي كاملين، كنبغيكم وكنحماق عليكم، شكرا لكم بزاف، الله يخليكم ليا العزيز عليا. وتحية للعائلة ديالي الصغيرة الكبيرة كاملين داخل المغرب وخارج المغرب، وتحية للمتتبعين ديالي كاملين داخل المغرب وخارج المغرب. إلا قلت إلا جيت نسميهم كاملين غنسى شي واحد، تحية لهم كاملين كبيرة 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 بزاف، والله يخليكم ليا داخل المغرب وخارج المغرب المتبعين ديالي كاملين، شكرا لكم. اليوم جيت ندير معكم مسمن بطريقتي انا، الطريقة اللي كندير انا اللي كيستق ليا بها وكيجي زوين بزاف، واللي كلا كيشكرو كيعجبو مسمن. وقلت علاش ما نشاركوش معاكم، يعني كلشي كيعرف يدير مسمن، انا نشارك معكم الطريقه ديالي. ولا ما كيستقلوش اليوم غيولي يستقلو ان شاء الله، يتفرجوا هذا الفيديو يستقلو ان شاء الله، واشتركوا لي في القناه الله يخليكم. اللي شاف الفيديو وعجبته وعجبو المحتوى اللي كندير، يعني ما فيها خاسر والو، يدير اشتراك ويدير ابوني ويدير الجرس باش يوصلو كل جديد. شكرا لكم بزاف المتتبعين ديالي، بارطاجيو ليا القناه الله يخليكم مع العائله ديالكم، مع الاحباب، مع الصحاب، مع الناس اللي كتعرفوا فيسبوك واتساب، بارطاجيو لي القناه الله يسهل عليكم، الله يخليكم ليا والله ينوركم، الله يخلي لكم معز عليكم ووالديكم ووليداتكم، اللي عنده الوليدات الله يخلي له وليداته، واللي ما عندوش اللي يخلي له والديه، واللي يخلي له الزوجه ديالو. اليوم هذا عندي الفورس فورس رطب، سمحوا لي طولت عليكم في المقدمه، هذا عندكم عندي فورس، عندي الملحه، ملحه هي درتها فورس طحين الفورس، كيبقى على حسب كل واحد شحال باغي يدير المسمن، كل اللي باغي يدير بزاف، كل اللي باغي يدير شويه. انا ما عطيتش العبار بالضبط، ولكن على حسب الانسان، على حسب واحد. هنا عندي الفينو، الفينو ما كنديرش بزاف، كندير شويه. هنايا عليا تقريبا كيلو يكون ديال الطحين الفورس الطاب، حيت عندي شويه زايد. عندي هنايا نص زلافه ديال الفينو فقط، ما غنزيدش عليها، المسمن ما كيبغيش الفينو بزاف، الا درتي له فينو بزاف كيجي ثقيل وما كي ما كيتنفخش وكيجي ثقيل يعني، ولكن اللي ما درتي له فينو شويش كيجي زوين، كيجي مرق الورقه على اختها. واخا كديرو في الفريغو، انا بعدا واخا كنديرو في الفريغو كيبقى كما عاد جبتيه، واخا كنديرو غير في النبيره تحت، يعني ما تنديروش في الفريغو بحال كنا كطيبتو اليوم ولا غدا، غدا ناكلوه ولا بعد غدا يومين، كيبقى ليا غير في النبيره تحت الميكا، وكندير في البصل الميكا كنديرو تحت، كيبقى ليا كما هو على قدرة الفين. جربت كندير فيه الفينو زايد وكان كيجيني قاصح، ما كيجيش زوين، بقيت كل مره كل مره كنزيد حاجه، كل مره كنقص حاجه كنزيد حاجه، حتى ولا المسمن كيستق ليا بزاف، لا كيما درتو كيستق. والسر اللي غنوريكم هو اللي غيبقى حتى الاخر، تاعنا جينا نخليها تسلق، وديك الساعه تبقاو كملوا الفيديو كامل باش تشوفوا السر ديال المسمن باش ينجح ليكم. هنا عندي الماء دافيين، ماشي سخانين، ماشي باردين، شي شويش دافيين حق الحصوه. المسمن ما كيبغيش يجي جاري، كيجي شويه قاصح، لحقاش فاش كتطلقو كي باش كتعجنها وتخليها تطلق كي تطلق الراس، ويلا عجنتيه جاري كيزيد تطلق، وملي كتطلقو تجي تخبزو كيجي مشرطب، كيجي كل وحده كيجيش مزيون، فاش كتجي تهزها كتسرخها كامله. و الا عجنتي هكا درتي التي قاصح كتلعب به كيما بغيتي.
أنا نعجنها ونعاود نرجع معاكم. انا رجعت ليكم عاود. صافي دابا العجينه هي دلكتها، ها العجينه دلكتها. دابا غندير لها شويه زيت وغنغطيها بالميكا. صافي غنغطيها بالميكا بحال البلاستيكه وندير عليها زبيب من الفوق ونخليها واحد 30 دقيقه تطلق ولا اكثر. اللي عنده الوقت يجدلق العجينه في الصباح ويخليها حتى العشيه، كل ما خليتيه كل ما كيتطلق وكيجي مزيان. الا كنتي مزروبه اللي خليه واحد نص ساعه هذا صافي وصايبيه، ما كنتيش مزروبه على الخاطر ديالك صايبيه وخليه يتطلق على خاطره. صافي دابا غنغطيها ونخليها حتى تطلق مزيان واحد نص ساعه، وديك الساعه ترجع معاكم لو نقطعوها. دابا صافي هي طلقات، طلقات مزيان. شوفي كتجي كتلعبي بها كيما بغيتي فاش كتطلق، وملي كتخليها بلا كدرتيها في الصباح كتطلق اكثر من هكا. صافي تتقطعي العجينه ديالك كويرات بحال هكا صغارين ولا كبارين على حسب المقله اللي عندك. انا عندي مقله صغيرة تاع صغارين، بغا تديري من صغيورين على هكا تكون صغيورين على هكاك. صافي ديري بحال السمين هكا ودهني بالزويته. وهذه الخميره، السر اللي كنت نهضر لكم عليه هو الخميره معجونه اولا حبوب. ديريها في السقيه في اميها كترجع في حشكه الطوماط وكدهني بها من الفوق. هنايا الفينو والخنارة ضروريين باش كيجي مسمن مرق وهشيش ومرق. الخميرة المعجونة كتخلي المسمن كيجي هشيش، كيجي هشيش بزاف. والزبدة هذه الزبدة ما مذوبهاش، انا ما كندوبهاش كنديرها هكا وكتساعدك على المسمن باش كيزيد يجي مرق. هي الزيت والفينو والخمارة صافي هادشي باش كنطلق. هنا غنطلق معاكم، انا كنطلق غير في القصرية، اللي عنده بوطاجي هكا مزيان يطلق فيه. انا زربت الفيديو شوية باش ميجيش طويل، داكشي اللي زربته شوية. الفينو راه ما تنعاودش ندير من الفوق بزاف، كندير واحد شويه باش ماشي شي قاصح الزبده والزيت، وندير واحد شويه هكا ولا بقى لاصق لي في الصبعين ديالي كندير غير داك اللي في الصبعين. هنا انا كنخبز معاكم كرصه عادي، ما تكرصوها ما ترقهاش بزاف، خليوها شويه باش كتجي ملبه في الماكله، يعني كتجي مرقه وعاقتها، حيت الا كرصتيها بزاف كتجي مصفقه الا رققتيها بزاف. ومسمن ما تخليوش يطلق بزاف فوق فوق القياسه، هو كتنفخ هي مسمنه كتنفخ هي تنفخ بحال هكا عارفه راه صادق 100%. مسمن ما تخليوش يتطلق بزاف، كتبغي تكوني تطلقي وتشوفيه بدا كيتطلق شويه صافي بديتي تكرسي وتخبزي، وانت كتطلقي في نفس الوقت كتطلقي في نفس الوقت كتخبزي باش ما كيجيش مصفق. ها المسمن اللي هضرت لكم عليه، الخميره شتو كتلعب دور، الخميره والزبده ما مذوباش مع الفينو والخماره كيلعب دور في المسمن. شوف كي كيجي ما كيجيش قاصح، المسمنه كتسدنيها كما بغيتي وترجع تطلقيها كتطلق كما كانت. ها شو المسمنه كيجي، يا مربع يا مدور كما كان كيجي بحال هكاك. هنايا ها هو تخبز، ها هو خبزته انا في طيبته غير نص طيبه على حسب ما كنا ما نستعملوش، يعني ناكلو في نهار واحد. صافي درتو في الفريغو كنبقى نجبد داك اللي بغيتها، كنجبد القدر اللي غناكل واللي غياكل ديك الساعات غيطيبو كامل طيبه وحده.
على حسب باش ما كطيبيش طيبه كامله، كدير نص طيبه باش ما كيجيش قاصح، باش ماشي كتولي تسخني كيزيد يقصح هو طايب وكتزيد يقصح بزاف ولا تحرق. وشكرا لكم بزاف، والله يخليكم ليا العزيزة ليا، كنبغيكم بزاف، كنحماق عليكم، تحية لكم كبيرة بزاف متتبعين ديالي كاملين داخل المغرب وخارج المغرب، والسلام عليكم، وجيم جيم ما تنسونيش.